كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. الإنسان يتغير، الإنسان يتجدد، الإنسان يتطور، ليس فقط نتطور في العمران وفي المباني وفي الدور، لا لا، الإنسان يتغير. الأصل الإنسان هو غير الأمس، يحاسب نفسه. لو اتخذ كل واحد منا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا لتغير كثير منا حاله. لو كل واحد منا يقف وقفة الفاحص لنفسه المتأمل فيها، هل هو سالك؟ هل هو مع عباد الرحمن؟ هل هو عندما يفعل ذنبا يتوب منه؟ المنافق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن إذا فعل ذنبا كالجبل في رأسه، أما المنافق فكأن ذبابة حطت عليه ثم قال هكذا. المؤمن لو تتبعتم أخبار الصالحين عندما يقعون في الخطيئة، الشيخ علي بن صالح الحارثي رضي الله عنه وأرضاه نزل البحرين، عالمه من عمان، ذهب إلى البحرين نزل فيها. لما نزل فيها قيل للشيخ صالح، قيل له يوجد مسلسل يبث في السينما لأول مرة، يسمع سينما وفيلم، ما كان معهود هذا عنده، يوجد سينما تبث فيها عن عنترة بن شداد وبطولاته وإقدامه. وكان الشيخ صالح رحمه الله كان يحب الأشياء البطولية والأشياء اللي فيها حماس، فقال لهم يعني ما في مخالفات شرعية؟ قالوا لا الشيخ، هذا بس قتال حرب، ما في يعني منه ومن. قال حسنا، دخل. فذهب الشيخ صالح السينما فدخل فيها، جلس، بدأ الفيلم. وعادة الفيلم عندما يبدأ يصاحبه شيئا من الموسيقى مع المخرج والممثلين وهكذا. الشيخ صالح جالس في الحضور قدام خلاي المعروف يعني من مشايخ أهل عمان، هو جالس في المقدمة، بدأ الفيلم يسمع لأول مرة هذا الشيخ صالح. فقام رحمه الله مباشرة، قام لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، بصوت عالي. الكل مستغرب من هنا هذا جاي. قام الشيخ صالح ويقول لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقام وهو خارج قال للشيخ صالح تو خلاص، هذا بس بداية هذا الأمر، خلاص ينتهي هذا الأمر. قال له أبوي ما أريد، خلاص والديون هين ساكن، ما باغي. الشيخ صالح قال طلع والديون هين ساكن. يقولون الذين باتوا عنده، الذين كانوا معه، الشيخ صالح طول الليل ما نام ذك الليل البر، يقول استغفر الله وأتوب لي ربي لا أعود، استغفر الله وأتوب لك يا الله، وطول الليل على هذا الحال يحاسب نفسه، يعني حتى لا يخرج عن المنهج الرباني الذي سلك فيه وفارق فيه العلماء الصالحين أبوه الشيخ علي، حتى لا ينثني عن هؤلاء، حتى يكون وتوفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين.